فعلا اليد الواحدة بتصفي إذا كانت مليانة عزيمة وإرادة وقوة وصلابة، وأدتنا وعلمتنا دروس من الحياة. شكرا جزيلا لكل الصامدين، لكل المقبلين على الحياة بشغف كبير، وكل المانحين والباذلين للعطاء بتميز وباختلاف. احنا بنحييهم وبنقول لهم شكرا جزيلا لانكم كل مره بتعلمونا دروس من الحياه. وخلونا نحيي برضو ضيفتنا العزيزه الموجوده معنا في الاستوديو اخلاص، عباس موسى البشير، اللي حتطربنا من خلال هذه المساءات بمجموعه من الالحان ومن الاغنيات. اهلا وسهلا بك، مساء الخير عليك. مرحبا بك ومساء الخير عليك وعلى المشاهدين الكرام. سعيده انه انا اكون ضيفه عليكم في ظلال الاصيل. والله نحن أكثر سعادة يا إخلاص. ودائما بيقولوا طريق الفن ده في بداياته بيكون صعب وبيكون فيه كثير من المحطات الصعبة، لكن كوني إنك تبدي بدورات مدرسية كانت مساحة مهدت لك كثير في حياتك. الحمد لله. يمكن أغلب الفنانات والفنانين اللي بدوا مشوارهم الفني من الدورات المدرسية، ودي علمتنا كثير واستفدنا منها. بعد ذاك امتدادا بالكورالات بتاعت الجامعة، واستمرينا يعني الحمد لله انه ربنا وفقنا. يعني متذكرة الدورة المدرسية والغنيتيها فيها؟ بتذكر اول غنية غنيتها واول مدحة مدحتها. مدحة وغنية كمان؟ ايوه. رغم انه الاثنين مختلفات. الاثنين مختلفات. الغنية كانت شنو والمدحة كانت شنو؟ طيب اول غنية انا غنيتها كانت زهرة الروض الظليل. بادية بفوق كمان ما شاء الله عليك. والمدحه؟ المدحه كانت رسول زيد اصله ما موجود، حبيب الله الكف حبيبته. يا سلام. ما بين تجوال يعني بين كورال الاحفاد اللي هي جامعتك واللي درستي فيها واللي بتحبيها جدا، وما بين كورال كليه التنميه الريفيه، استفدت شنو من التجربتين دول؟ والله انا كورال الاحفاد يمكن اشتغلت سنه واحده، لكن كورال كلية التنمية والتدريب والإرشاد الريفي أنا كنت جزء أساسي في الكورال، ويمكن لمدة دراستي لي 5 سنين كنت في الكورال لحد ما تخرجت. وللآن يمكن اشتغلت في الجامعة 12 سنة تدريس، فللآن أنا متواصلة معهم. يمكن الليلة كان في تواصل بيني وبينهم في إنه عندنا يوم الخريجة، فبيشوفوا المبدعين في يعني شتى المجالات عشان يجوا يشاركوا في يوم الخريجة، فحكون إن شاء الله مشاركة في يوم الخريجة في جامعة الأحفاد قريبا في شهر واحد بفاصل غنائي برضه. طيب نحن عاوزين فاصل غنائي الآن. طوالي الناس حيكونوا تشوقوا لأنهم يسمعوك يا إخلاص. طيب خلينا نسمع شنو أول لحن. طيب نحن نغني لأستاذنا الكاشف الليلة لاقيته. جميل، نسمع.
سعيدين اكثر بانه ليلى لقيناك. وانا اسعد. اخلاص يعني التجربه الغنائيه اذا كانت عندها كثير من المساحات والمحطات بالتاكيد بتثقلها، عندك تجارب مختلفه ومشاركات مختلفه، شاركتي في كورال محمد وردي وبرضه كان عندك مشاركات مع محمد الامين وشاركتي في برنامج الملك لصلاح ابن الباديه، التنوع ما بين هذه المشاركات اضاف لك وكان عنده تاثير عليك اكيد. أكيد طبعاً يعني المشاركات المختلفة، أولاً كنت في كورة على الإذاعة يمكن من العام 2010 لحد 2013، أنا كنت من الناس المحظوظين اللي كنت مشاركة في كورة الوردي يمكن لفترة وجيزة لكن استفدنا منه كثير لو الرحمة، وبرضو مع الأستاذ محمد الأمين وحاليا يمكن للآن مستمرة في كورال الأستاذ محمد الأمين، واشتغلنا برضو في كورال الراحل صلاح ابن البادية، ويمكن كان من أميز البرامج اللي تقدمت على قناة الشروق يا ملك وزورق الألحان، كنا من المشاركين في البرنامجين ديل، وبصراحة استفدت كثير. أثرت فيك التجارب دي؟ أيوة، واستفدت من الأساتذة الموسيقيين الموجودين، طريقة التمارين بتاعت الصوت، حتى لما نجي نبرف يعني ممكن في زي امتحان كده في إنه كل زون مفترض يعني يعمل تمرين بتاع صوت أو نحن مفترض نبرف نفر للحاجة معينة، بعد ذاك نتفق كمجموعة. ما تهيبتوا وما تخوفتي ان انتوا حتكونوا كورال فنانين ما شاء الله؟ والله هي الخوف والرهبة بتجي، لكن مع مرور الزمن هم أساتذتنا يمكن غنوا بأعمارنا، لكن لما تحتكي بهم بتحسي إنه الحاجة يعني ما صعبة صعبة إنك أنت تخشي الوسط بتاعهم أو تكوني معاهم في حتة واحدة، لكن لما تتلمي معاهم الموضوع بيبقى أبسط. أيوة، استفادة وبسيط جدا. برضو مع كورال الإذاعة كان عندك تجربة في مجموعة قماري تحديدا وانضمامك لها، قصة شنو؟ طيب من الإذاعة والكورالات اللي اشتغلنا فيها عندنا أستاذنا عبيد محمد أحمد ربنا يديه الصحة والعافية، فكان بيصير إنه نحن لازم نغني برانا، فعملنا مجموعة القمار يمكن أكثر من 7 أو 8 سنين، لكن دائما التجارب أو الثلاثيات أو الثنائيات بالذات بتاعت البنات يعني فيها مشاكل في انه واحده تتزوج، واحده تكون عندها ظروف، فدي المشاكل اللي قاعد تحصل بتخلي المجموعات الغنائيه في السودان عموما دي مشاكل عامه، دي مشاكل قاعد تحصل الغنائية. ففكرت في انه والله يعني ما يدير اذا انه انا اشتغلت براي. كيف جاء القرار ده انك انت من كورالات والله من الكورالات تغني براي؟ انا شغاله يعني يمكن في المجموعات شغاله، لكن بديت انه أشوف شعراء وأتعامل معاهم، عندي صديقاتي شعرات فباخذونا. ما خفت من قرار إنك أنت براكي حتغني من غير الكورال اللي بتحسي إنه هم مساندينك شايلين منك لو في حاجة أنت حسيت إنك غلطتي فيها هم برضو بيسندوك وبيشيلوا منك، يعني خلينا نقول بالسوداني كده بتتشايلوا في معاملكم. أيوة، لكن الحاجة اللي قوت قراري إنه أيامات الدورات المدرسية وحتى الكورالات بتاعت الجامعة كنت قاعدة أغني فردي.
جميل. فدي الحاجة اللي قوتني أكتر شغلي مع الأساتذة الكبار ديل، فاستفدت كتير جدا. جميل. ودي الحاجة اللي خلتني أنه أنا أصير وبديت، حتى بديت أنه ألحن براي. يعني يمكن فكرة ما الحان ما بطالة، لكن حاسة أنه حاجة كويسة. يعني جميل. عندك أعمالك الخاصة، وبالرغم من كده برضو عندك دراستك اللي ما وقفتيها والمواصلة فيها، يعني التنمية الريفية في جامعة الأحفاد ودراسة الماجستير تحديدا، في ظل أنك أنت مواصلة في بنفس الطريقة في الغنى، ما لقيتي أي صعاب في أنك أنت تواصلي ما بينهم الاثنين، والآن في مشروع الدكتوراه، يعني كون أنك تكوني ماشية في خطين، يعني صعبات الاثنين واي واحده فيهم محتاجه لتركيز ومحتاجه لقوه؟ والله هي صعبه لكن عايزه عزيمه. وواحده من الحاجات يمكن نحن الاحفاد علمتنا كثير، يعني تخيلي انه انا اثناء الدراسه بتاعتي فجاه ممكن تجيني مع مثلا مجموعه بتاعت البالينبو برضو اشتغلت فيها، تجيني سفريه خارج البلد، فممكن يمكن 15 يوم 10 ايام 7 يوم، فكنت بسافر لكن بتواصل يعني مع زميلاتي في ان انتوا اخذتوا شنو ناس الاحفاد او استافنا في جامعه الاحفاد، ربنا يديهم الصحه والعافيه ويرحم امواتنا، يتعاملوا معي تعامل هم فنانين، يتعاملوا معي بصراحه تعامل بتاع فنانين يعني. فكانوا بدوني فرصه انه انا اسافر وامشي، لكن انا كنت محافظه لانه مستواي الاكاديمي باي حال من الاحوال ما اطلع من الخمسه الاوائل، يعني يمكن لحد ما اتخرجت، حتى لحد بعد الماجستير. جميل. ما طلعت من الخمسه. وفرقه البالينبو وملوك البالينبو وغيرها من الطلاب، والشغل ومواصلتك برضه في موضوع التنميه الريفيه، لكن خلينا نسمع صبيان الجيرو رياكشن. تمام. جميل، نسمع ونرجع ثاني. ساعة الضرب أصبح شديد تتقيد فات المهر العليل يا يما، الضرب بيتحملوا الصبيان الجروس أبو عروض مؤملوا يا يما، الضرب بيتحملوا ساعة الضرب أصبح شديد الثقيل فات المهر العنيد يا يما، الضرب بيتحملوا الصبيان الجروس أبو عروض مؤملوا يا يما، الضرب بيتحملوا حلم ما
البنات العلموا الجبل السماد يا يمه. عليلهم اخوان البنات، اخوان البنات العلموا الجبل السماد يا يمه. يا اخواني كان الحرجان، يا اخواني كان الحرجان، اخواني كان الحرجات الكاتب جنب الكاتبات يا يمه. الضريب بيتحملوا الصبيان الجروس بعروض مؤملوا يا يمه. الضريب بيتحملوا ما جاب لي بليه يا يمه. حلاله دراج الوليه، دراج الوليه من شب ما جاب لي بليه يا يمه. الليله خدت السمت ليا، الليله خدت السمت ليا، الليلة خدت السبت ليا ده الشبع الطير والحدية يا يما. الضريب بيتحملوا الصبيان الجروس بعروض مؤملوا يا يما. الضريب بيتحملوا جاب لي بليه يا يمه. حليله دراج الوليه، دراج الوليه من شب ما جاب لي بليه يا يمه. الليله خدت السمت ليا، الليله خدت السمت ليا، الليلة خدت السبت ليا ده الشبع الطير والحدية يا يما. الضريب بيتحملوا الصبيان الجروس بعروض مؤملوا يا يما. الضريب بيتحملوا الصبيان الجروس بعروض مؤملوا يا يما. الصبيان الجروس بعروض مؤملوا يا يما ويا يما يا يما يا يما. الصبيان يا يما الضريب بيتحملوا. يا سلام، يا خلينا نشكر الفرقة الموسيقية المصاحبة، شكرا جزيلا للجمال اللي انتم بتأدوا به، وشكرا لك انت كمان يا إخلاص. تسلمي. ونحن كنا توقفنا في انه يعني التحاقك بفرق مختلفة يا إخلاص، واللونية الغنائية ذاتها بتختلف يعني ما بين التراث للحقيبة للغنى الحديث للتفاصيل المختلفة دي، يعني فرقة البالمبو وفرقة الكورال وبعد كده الغنى مع كورال الفنانين وأعمالك الخاصة، ما لقيت صعوبات في أنك أنت تتجولي في المناطق المختلفة دي؟ دي من الحاجات اللي أنا قاعد استمتع بها جدا، يعني التنوع. نحن أصلا في طبيعة بلدنا السودان بلد مترامي الأطراف ومتنوع الثقافات، فتحسي فجأة كده تلقي روحك في تراث، تلقي روحك في نيل الأزرق، جنوب كردفان، شرق السودان، وسط بين إيقاعات مختلفة بلونية مختلفة،
بأزياء مختلفة، إكسسوارات مختلفة، لهجات مختلفة، وفجأة كده تلقي روحك وسط غنى جميل جدا مع أستاذنا محمد الأمين، أو مع أستاذنا وردي له الرحمة، أو مع أستاذنا صلاح بن البادية برضو له الرحمة. يعني بتحسي روحك أنت عايشة لك في عالم كده. أنا شخصيا قاعدة أقول لهم من الحاجات اللي قاعد تنفعني جدا في حياتي. بتستمتع بأي أيوة. لونية بتديها حاجاتها وهالتها الغذائية أيوة. المختلفة لازم طبعا بها. إخلاص ده بوديني طوالي، لأنه أنت دراستك للتنمية الريفية بالضرورة هي خلتك تتعرفي على مناطق أكثر في السودان، وخلتك تمشي وتزوري، وعملك في المنظمات برضو هو واحد من المحطات اللي كانت في حياتك واللي أضاف لك الكثير، وأضاف لك أكثر بأنك أنت يعني ما بين الغنى بالتنوع الكبير اللي أنت بتغنيه، وما بين التنوع الجغرافي الموجود في الريف السوداني، الاثنين كيف قدرت تدمج بيناتهم؟ طيب دراستي للتنمية الريفية يمكن جات بمحض صدفة، وزولا رشحت لي يعني واحدة من الكليات لما مشيت جامعة الأحفاد، قلت لي كنت أصلا عايزة أقرأ علم نفس، قلت لي والله يا إخلاص لو عايزة نصيحتي، وأنا والله بشكرها جدا يعني أفادتني. بعدين الحاجة دي جات يعني نفعتني في الشغل بتاع التراث وما التراث. أنا يمكن للآن قاعد أربط يعني للآن شغالة في مجال المنظمات. يمكن آخر ورشة كنت شغالة مبارح كانت تدريب نساء وفتيات في المشاريع الصغيرة المدرة للدخل. فمدير المنظمة لما جاء داخل أول يوم في الورشة قال لي معينه خلاص دي دكتورة وفنانة ويعني كمية من الحاجات. فآخر يوم في الورشة الزولة دي ما تخلوها تمشي منكم ما لم تغني ليكم. ومبارح كان آخر يوم، فأصروا إنه أنا مركتة وزايغة منهم يعني، فأصروا إنه أنا لازم أكون موجودة، ومشيت يعني. فكان انه مشيت وغنيت لي ممكن زي 3 أو 4 اغاني. فدي الحاجه اللي قاعده اعملها حتى في طال يعني عند طالباتي في الاحفاد. قاعده احاول ادس منهم، بقول لهم والله انا نهايه السمستر عندي لكم مفاجاه. ففجاه كده بكون شغاله المحاضره، بتجيني واحده يا ميسي خلاص والله امبارح انا شايفاك مع فرقه وكنت لابسه دي انت ولا دي ما انت؟ فمرات بقول لهم اي دي انا، ومرات بقول لهم عيني مش انا قلت لكم في مفاجاه خلاص نهايه السمستر نحن نوريكم المفاجأة. ما تحرقوا المفاجاه نحن نهايه السمستر نوريكم المفاجاه شنو. فالحاجه دي مرتبطه يمكن للان الحمد لله يعني بتوفيق من ربنا انه حاجاتي كلها قاعده تجي مرتبه ان شاء الله. ان شاء الله دائما موفقه يعني امين ان شاء الله. يعني التدريس في الجامعه يمكن لي سنتين، اخر سنه درست فيها في الاحفاد لظروف سفر خارج البلد 2019، وناوي ارجع يعني تاني. هم ما يستغنوا عني، لكن انا ناوي انه ارجع. فحاجاتي بتجي مرتبه يعني، تخيلي انه بخلص السمستر تجيني سفريه برا السودان، بجي من السفريه بكون عندي مشروع مثلا، بقول لي خلاص انت فاضيه، بقول لي ماي بشتغل المشروع اللي هو الشغل بتاع التنميه عموما. فالحاجه اللي استفدت منها من الاحفاد وشغلي مع الغنى او التراث عموما التنوع. فبقدر الحمد لله ربنا يمكن اداني مقدرتي انه انا اقدر اتواصل مع اي زول ومع اي زول في بيئه معينه يعني. الحمد لله دي الحاجه دي يمكن اتعلمتها من شغلي بتاع الجامعه الاحفاد. قدرتي برضو انك تواصلي في دراستك ولا الحمد لله الدكتوراه الان الحمد لله بصدد انك انت انا بديت في الاحفاد ووقفت لظروف الشغل يعني. مرات شغل المنظمات يمكن انا اشتغلت مع منظمات يمكن عالمية ووطنية برضو بتطلب من منك وقت أيوة. وقت وسفر يعني مثلا بتكوني شغالة شغل في التعليم، شغل في الصحة، شغل في التنمية، أو مثلا مشاريع المديرة للدخل، بتكوني محتاجة إنك تلفي أو تسافري كثير. فالدكتورة دايرة زول فاضي، دايرة زمن يعني، ممكن تكوني شغالة مثلا لكن عندك زمن لإنك تفضي روحك. ف ان شاء الله ربنا يقدرني في الفتره الجايه اكمل والله، وبعد ذاك اشوف انا ثاني داير اعمل شنو اذا ربنا مد في العمر يعني. في ظل المشاريع الكثيره القيمه جدا اللي عندها مساحتها يعني، زي ما كان الفن هو رساله وبيحمل بنطياته كثير من المعاني والقيم والقضايا اللي بيعالجها، برضه الرساله الساميه تجاه المجتمع والريف تحديدا هي رساله اخرى. خلينا نسمع يا اخلاص. طيب نسمع تخاصم يوم عش الفلاتيه. نسمع لمنى الخير. منى الخير معلش. نعم.
حبيب بالله كفاية خصام، يا حبيب بالله، يا حبيب بالله كفاية خصام. تسلم. إخلاص يعني الغنى لمنى الخير وللكاشف وأغنيات الحقيبة بصورة عامة وتفاصيلها بالضرورة بتخليك أنت زولة عميقة في إحساسك في المقام الأول، وعمق الفنان بأنه هو يشعر بالآخرين وبغنى الآخرين، دي فلسفة خاصة كده ما يزال بيستطيع أنه هو يفسرها، لكن أكيد إخلاص عندها من تطرب له. من الفنانين اللي بتطرب إليهم واللي بتحسي إنه هو فعلا بيغني بشغف وبإحساس عميق ومن خلاله أنت قدرتي تاخدي العمق في الإحساس بأنك تغني به؟ طيب أنا يمكن الزول اللي بحب بحس إنه بيغني هما اثنين، العاقب محمد الحسن والخالدي، يعني يمكن ديل أكثر اثنين قاعد أحس إنه بنطرب ليهم، وبحب جدا اسمع لابو داود. يعني اي غنى انا داير احفظه مثلا، بالذات الغنى في غنى كثير، لكن ابو داود برضه عنده مساحه خاصه. مساحه خاصه معناه عندك ارتباط بغنى الحقيبه بصوره. ايوه وغنيت غنيت الحقيبه شديد، باين من الكاشف ومن الاغنيات القديمه. غنيت الحقيبه، غنيت لخليل فرح، وغنيت لعبيد عبد الرحمن، وغنيت لعتيق. يمكن في غنى كثير جدا اتغنى، يعني يمكن جزء منه لما كنت في البالمبو، وجزء لما كنت في القماري. فبحب غنى الحقيبه، يعني يمكن هسه عندي دواوين ممكن اذا لقيت بستلف وبمشي بصور عشان تكون قاعده عندي عشان احفظ. بعد التجربة الطويلة لأنك أنت تغني مع الكورالات وقرارك بأنك أنت تغني غنى منفرد براك، معناها كده عندك رؤية لأنك أنت تتعاوني مع فنانين ومع شعراء، هل من أعمال قمت بها ولا هي عبارة عن خطط إن شاء الله حتقومي بها في الأيام الجاية؟ طيب أنا قبل ما أبدأ إنه أواصل في موضوع الغنى أو أطلع أغني براي، يمكن زي ما قلت لك أنا عندي صحباتي، في منهم الشعراء وفي ناس لما تنبيهم الصدف يعني، فسمعوا لي شغل في استوديو مثلا أو كده، فقالوا لي والله أو في مجموعات بنزل مرات حاجات كده، فقالوا لي خلاص نحن دايرين ندي غنى، وفعلا أخذت الغنى. يعني يمكن من أميز الناس اللي أنا تعاملت معهم ممكن يكونوا معروفين لديكم في قناة الشروق، إسماعيل جبريل تيسو، في 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 جروب هو سمع صوتي، أنا اشتغلت الشغل مع أستاذ الموصلي ربنا يديه الصحة والعافية، أداني يمكن 3 أعمال ولحنتها أنا. بنحيي والله الفنان والزميل والمخرج تيسو. وبرضه الشاعرة الصحفية تسابيع علام، يمكن أنا عندي لها 3 أعمال جميلة جدا، يعني يمكن لحنت منها 2 والثالث تحت التلحين، وديل في الاستوديو حاليا، يمكن الأعمال بتاعت إسماعيل جبريل تيس وتسابيع علام، وفي الملحن برضو الطاهر أحمد الطاهر، وأستاذنا الخير هو عازف إيقاع في اتحاد الفنانين، كان في فرقة أستاذنا زيدان برضو أداني أعمال.
جميل. رؤيتك شنو يا إخلاص؟ يعني أكيد عندك رؤية مختلفة ومتميزة ناتجة من كثافة معرفية وكثافة غنائية مع مجموعة من الفنانين والكورالات المختلفة والمجموعات الغنائية المختلفة، بالضرورة بتكون عندك رؤية مختلفة ومتميزة أنت حابة أنك تمشي بها في طريقك كإخلاص عباس موسى الفنانة. طيب أنا والله يمكن خطتي لي إنه أنا أواصل في برنامج الفن، ويعني يكون ماشي أنا يعني خاطي إنه في طريق يعني متوازي الأكاديميات حقتي والغنى، لكن مفكرة في إنه دايرة أمشي في إنه الغنى الجاد الجميل الممكن يخدم يعني ما 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 نوع كثير من الأنواع الغنى الموجود حاليا في الساحة، لكن في غنى جاد، وفي أنا كنت دائما بقول لهم في شعراء شباب هم بيكتبوا غنى جميل جدا وغنى جاد، يعني ما 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 غنى أي كلام، وفي فنانين يعني برضو دايرين يمشوا في السياق بتاع إنه دايرين يغنوا غنى جاد وغنى جميل، يعني يمكن يكون موازي للغنى بتاع الحقيبة. عندك رأي يا إخلاص، كلامك ده بوديني لأنه أنت عندك رأي عموما ممكن يكون في الغنى اللي بيقدم الآن. خلينا بعيدا عن المصطلحات، بنقول أنه في بعض الأغنيات أو في بعض المساحات الغنائية هي ما بتكون عندها المكان المناسب. طيب. ما بتعالج قضايا، ما رزينة، ما رصينة، ما يعني عندها كثير من الملاحظ. إخلاص عندك رأيك الخاص في الموضوع ده. طيب لكل مقام مقال. طيب في غناء، طيب في غناء غنى الحفلات براو، وغنى مثلا لما اجي تلفزيون براو، لما اكون في منتدى في نوع معين بتاع غنى لانه في سميعين الحفلات برضو محتاج لغنى معين، لكن انا رايي في انه قاعد اقول لهم في نوع من الغنى الجميل اللي اتغنى في 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 الزمن اللي قبلين، حتى الرواد اللي غنوا ممكن يتغنى في حفله، يعني ما اغني الغنى الحاليا المنتشر. يعني اي غنى عنده مكانه الخاص اللي ممكن هو يطرب جهه ما او مساحه ما بعيدا عن انه يعني مع الحفاظ ممكن ينتشر، مع الحفاظ مع الحفاظ نعم. على الشكل الجميل بتاع اول كلمات، انا دائما تركيزي على الكلمات، ما خلاص الايقاع ده نحن اصلا يعني في غنى ممكن يكون جميل جدا الايقاعات خفيفه ثقيله، لكن انا دائما تركيزي على الكلام اللي قاعد يتقال، المحتوى الكلام اللي قاعد يتقال. إخلاص والله في طلب ملح، يعني طالبوا الكنترول إنك تغني لهم بالمايك بس لأبو داود من غير العازفين. طيب طيب كفاية وكفاية دي كانت حكاية أطول من ليالي، أطول من ليالي ما ليها نهاية، يا ما شفنا فيها الويل والشجن وسهاد الليالي عذاب الزمن، أنا ضيعت عمري لشبابك تمن وعيوني المساهرة عيونك بكن، غلطتنا برانا اليوم في البداية كفاية كفاية كفاية. احنا صراحة ما حنكتفي ولسه طالبين منك ثاني لحن، لكن انا عاوزة يعني ادخل معاكي في ميزان إخلاص ما بين الغنى ورسالته واللي انت تكلمت عنها باستفاضة، وما بين التنمية الريفية وبالتأكيد هي رسالة مجتمعية مهمة جدا، والتنمية المستدامة في الريف بصورة عامة. شنو بيحتاج الريف السوداني بكل ما ينعم به من خيرات ومن تنوع، لانه هو يكون من الـ الـ الاماكن اللي بتستحق انه الناس تمشي لها للاطراف وتعيش فيها، مش هي من الاطراف تجي للمركز. طيب الريف من 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 يمكن اكثر المناطق الغنيه باي نوع تتخيليه. انا اوريك مبالغه انه يعني اقول لك قبل انفصال الجنوب انا يمكن لفيت كل السودان
دون تحديد، يعني كل السودان أيمين كل السودان ما خليت حتة، ما خليت حتة يعني عن طريق الجامعة ورحلات الإرشاد الريفي اللي عندنا في جامعة الأحفاد وعن طريق الفرقة. فنحن عندنا يعني بيئة جغرافية، عندنا موارد محتاجة لإنها يعني نستغلها صح. وأنا واحدة من الناس قاعدة أقول لهم إنه يعني أنا بتمنى إنه أكون عندي حوش في واحدة من المساحات الكبيرة الموجودة في السودان، عليه صريف معمول بالقش وقطيتين أو ثلاثة، واحدة غرفة وواحدة مثلاً مطبخ، ويمكن دي أبسط الحاجات وجميلة جداً لما أنت تكون عايش لك في بيئة، البيئة ذاتها نظيفة بعيداً عن ضوضاء المدينة. الناس لو قدرت حكمت عقلها ويعني قدرت استغلت الحاجات المتوفرة دي مع توفير الإمكانيات أو توفير الإمكانيات للمناطق الريفية عشان يقدروا المصادر بتاعتهم الموجودة يعني تتوزع لمكان الصح، فبالتالي ما بيكون في هجرة عكسية. يعني ممكن أن الناس بتمشي من المدينة للريف، وده قاعد يحصل في المجتمعات الأوروبية. العطل دائما للناس البرجوازين بيقوموا من المدن الكبيرة، الضوضاء والحاجات الحاصلة في المدن بيمشوا الريف. فعشان نحن ما تحصل الهجرة العكسية، نحن محتاجين بس إنه استغلال الموارد في مكان الصحيح وتوفير بيقولوا على شنو الخدمات الأساسية المحتاجة لها. إخلاص يعني المساحة دي تحديدا بتخليني أتوقف في إنه الفن باعتباره هو رسالة، باعتبارك أنت زهلة جامعة ما بين الاثنين، هل فكرتي في إنك أنت تعالجي كثير من القضايا السودانية للسيدات للنساء للريف بصورة عامة؟ وبيلاقوا في كثير يعني من أنت زرتي السودان وعارفة إنه في مناطق بعينها بتعاني من بعض المشاكل، يعني سواء كان مشاكل خلينا نقول بس عامة يعني من غير ما نحدد أي حاجة، باعتبارناها قضايا مجتمعية موجودة في الريف السوداني باختلاف تنوع باختلاف جغرافيته، وما بين الفن اللي هو رسالة بيحمل بنطياته كثير من القضايا، ومعروف إنه هو عالج كثير. يعني المرأة في السودان بتقدر إنها هي توقف حرب عن طريق الحكامات. المرأة السودانية أو الفنانة السودانية تحديداً هي كانت من الناس الواقفين في رفع العلم السوداني، فكانت عندها دور المفصلي في إنها هي تعالج قضايا هامة جداً في المجتمع. إخلاص عندها اتجاه لإنها هي فعلاً تعالج قضايا الريف عن طريق الغنى. طيب أنا أورد الحاجة دي اتعملت ويمكن من بدري جدا عن طريق رحلاتنا قلتك بتاعت الإرشاد الريفي أو حتى الغونة بتاعنا بتاع الفرق، بالذات أنا بتكلم عن البالمبو. نحن تكلمنا عن لما مثلا في فترة من الفترات كانت في ممكن ظواهر كده أو في حاجات منتشرة في المجتمع السوداني عموما عندنا، نحن كنا بنعالجه بالغونة. يعني الفترة بتاعت إنه نحن كنا على الإيدز ختان الإناث، فكنا قاعدين بنقدم رسائل بتعدونا موجهة للكلام ده، حتى الفترة بتاعت إنه سلام وما سلام وإخواننا وكفانا حروبات، فكانت الحاجات دي يمكن في فترة من الفترات 2004 أنا سافرت تجربة مع منظمة عشان نشتغل الشغل بتاع السلام ده، في رسائل بسيطة وكلمات كتبوها شباب معانا ورش، واستخدمنا الألحان بتاعت الأغاني المعروفة في الوسط، الفنانين المعروفين استخدمنا ألحانهم ودخلناها في دخلنا القالب بتاع الأغنية في قالب المزيكا الأول اللحني وغنيناه ومشت يعني. وبحاول والله يعني يمكن لو ما عن طريق المحاضرات والورش اللي قاعد تقام، أنا مفكرة في إنه موضوع التوعية عن طريق الغناء، لأنه يمكن من أكثر الحاجات الماشة الممكن الزول يعني يستوعبها بسرعة ويفهمها بسرعة. نعم. القرارات اللي أخذتها وحاسة إنها هي ممكن تكون عندها تأثير القوي في مسيرتك سواء كانت الفنية أو الأكاديمية. والله لحد الآن ما عندي يمكن قرار أنا أخذته وممكن يكون مؤثر، بالعكس أي قرار أنا قاعد أتخذه في حياتي قاعد أحس إنه داعم لي من كل النواحي. جميل. خلينا نتكلم برضو عن طلبتك،
يعني كونه انك انت تكون عندك رساله ساميه ثالثه بتقدميها بانك بتدرس الطلبه، بالضروره بيكون عندك كثير من المساحات الاحتكاك بينك وبينه. استفدتي منهم وافدتيهم؟ طيب انا طلبتي في جامعه الاحفاد، انا بدرس عملي الارشاد الريفي، وده من خلاله يمكن من الحاجات الجميله جدا في انه انا بهيئ، يعني يمكن اغلب طالبات الاحفاد جزء منهم من ريف لكن اغلبهم شهادة عربية. ويمكن انا كنت بدرس درست كل الكليات لكن تركيزي كان على ناس التنمية الريفية وكلية الطب، ويمكن كلية الطب من الكليات اللي يمكن فيها كل الجنسيات الموجودة، يعني من تنوع ثقافي، تنوع جايين من 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 كل العالم. يعني الدول العربية والافريقية المحاوطة السودان يعني جيراننا يعني. فدائما قاعد احس انه انا بهيئ الطالبات كيف يقدروا يتعاملوا مع الريف السوداني. يعني انا بلقى لي طالبه يمكن اقرب لها حته مشهد مدني، وفي ناس ممكن من ما عارفين التفاصيل، ايوه من بيتهم للجامعه وبيت رحيل يعني. فالهدف من الماده اول شيء كان انه انا اهيئ الطالبات ديل، وبنهايه السيمستر لازم يكونوا يقدروا يتعاملوا مع الانسان الريف بطبيعته البسيطة بالحاجات الموجودة في الريف، عشان انت تقدر توصل له معلومة. انسان الريف انت لو ما يتعاملت معاهم وبقيت عايش في حاجاته الريف يعني الطبيعية، تمشي لقيته بياكل بتاكل معاه وتشرب من مويته ومعونه اللي بيشرب منه، ما حيقدر يتعامل معك. فأنا كنت يعني دي الحاجات، مع انه بكون مركز على عناوين، او عندنا مثلا بقول على توبكس معينة نحن بناخدها بنركز عليها، مثلا يعني كل سنة العنوان بيكون بتاع الرحلة مثلا بيختلف معا لمناهضة العنف ضد المرأة مثلا، أو معا مثلا التنمية الريفية لنساء الريف كده، فبتختلف. نحن كل مرة الطالبات بيكونوا غير الشغل بتاع المحاضرات وكده بنهيئهم لأنه يقدروا يتعاملوا. أنا استفدت من الطالبات في أنه عموما في حياتي، يعني فجأة أنا ممكن أكون مشيت مستشفى بلاقي طالبات من بنات الطب اللي أنا درستهم، يا مس خلاص جابك هنا شنو ظروف ادتني مثلا الجوازات، بلاقي طالبات انه انا درستهم حتى برا السودان، لما اسافر فجاه بلاقي بات يا مس خلاص. فبتذكرهم يعني انا ما بنسى، لانه التعامل بيني وبينهم قاعد اقول لهم عاملوني ما انا تعامل، انا خريجة الاحفاد وعارفه انا تعامل الطالبات كيف، احتبروني انا اخوتكم الكبيره صاحبتكم، يعني ما تتعاملوا معي التعامل بتاع استاذه وكذا، فقاعده اتعامل معاهم بالتعامل بتاع الحميميه. ما حنغفل جانب انه اكيد يعني الموضوع ده عمل لك سيفنج مالي كثير شديد، لكن حنجي للمواقف برضه اللي ارتبطت بيكي في مجال شغلك في الريف، واكيد عنده مواقف كثيره شديد ما بين المواقف المحرجه، المواقف الجميله، المواقف المفرحه، المواقف اللي بتحس انها هي هزتك شديد من جواكي. لكن بعد ما نمشي لخاتم المونه رايك شنو؟ تمام، جميل، نسمع خاتم المونه ونجيكم راجعين مره ثانيه. اوكي، لطافنا السير عن زول النذر. ليه غاب عننا يا خاتم المنى؟ We'll be right back.
السير ولطافت السير عرزول النذر عيون القمر بتحل السمر ولطافت السير عرزول النذر ليه غاب عننا يا خاتم المنى شمعتين وامسح دمعتين لو جانا الحبيب نفرح مرتين نور شمعتين وامسح دمعتين لو جانا الحبيب نفرح مرتين في يوم المنى يا خاتم المنى في خطاب ممكن يكون أجمل من كده وأجمل من اللحن اللي انت قدمته، لكن أنا حريصة جدا في المساحة الأخيرة دي أنه تقولي لنا موقف مرة باكي من خلال معايشتك لكل السودان وبر السودان برضو سريعا. طيب والله ما المواقف ما أعرف، لأنه أنا في الريف عموما زي ما قلت لك، أنا لما أمشي الريف قاعد أقلع الجلباب عاصمة، فكل منطقة بكون يعني عايشة بجلباب المنطقة يعني بحكم سفري الكثير. لكن الحاجة المضحكة في إنه أنا أي حتة بمشي بلقى لي عريس. يا سلام. أي حتة أنا أسافر جوا السودان برا السودان بلقى لي عريس. يا سلام. فدي يمكن مشكلة لكن ان شاء الله بتتحلى. لا لا ان شاء الله. انا شاكرين لك كثير والله يا اخلاص عباس موسى بشير، شكرا لك كثير، شكرا للحوار الجميل، شكرا لرسالتك الساميه اللي انت بتقدميها، شكرا للقيمه الانسانيه العظيمه والكبيره، وشكرا لانك انت بتقدمي فن من نوع خاص. شكرا لك شديد. تسلمي، وسعيده انه انا اكون معك والحوار كان جميل جدا، وربنا يقدرني انه انا يعني اواصل في الرساله بتاعت الفن واقدم رساله استفيدوا منها الناس ويعني يستفيد منها المجتمع إذا كان من في مجالي الأكاديمي أو الفني. وفي الختام أنا بشكر الفرقة الجميلة أستاذ مبارك بشوق على آلة الإيقاع، عاصم،
مالك الجعلي، مشهور بالجعلي، استاذ مامون صالح، بشكرهم جدا يعني، ديل يمكن اكثر من اخواني. شكرا كثير وشكرا على الحلقه الجميله، وان شاء الله يكون لنا لقاءات ثانيه يعني أكيد. في وقت اوسع ان شاء الله. ان شاء الله. اخلاص شكرا لك كثير، تسلمي يعني. شكرا لك، انت جملتي مساحات ظلال الاصيل لهذا المساء، وكان خير ختام لاسبوع جميل. نتمنى انكم تكونوا استمتعتوا معنا من خلال حلقه اليوم لظلال الاصيل. اكيد بنلتقيكم الاسبوع القادم بفريق عمل جديد. تقبلوا عاطر تحياتي وتحيات فريق العمل، واجازه سعيده، في امان الله.